ربنا يوفقهم وربنا يوفقني. اه ايه تصوراتك للفترة اللي جاية؟ بص، انا برضو القرار لما اتاخر شويه، انا اتعرض عليا بعد الدوري على طول فرقه من القاهره ممتاز بيها وفرقه من الصعيد، يعني لا داعي لذكر اسمه. فانا اعتذرت لهم، قلت لهم انا مكمل مع المقاصه. تمام. فكان اول عرضين يجيبوا لي، فانا بفكر الفتره الجايه ان شاء الله في فرق في الممتاز بيها هتكلمك ان شاء الله، في فرق من بره، من عمان، من السعوديه، في كلام ان شاء الله. في ممكن هنا، بس بيبقى 4 أو 5 فرق إن ممكن تمسك قطاع ناشئينهم، حاجة يبقى زي المقصة لما دخلت وصنعت قطاع ناشئين 6 7 سنين، أنا والرجال اللي معايا اللي بحييهم وبقول لهم يعني اصبروا واستحملوا، لأن القطاع اللي أنا سايبه ده هاني ده اللي هم قطاع الناشئين الموجودين، الناشئين في غير المقص. اللي أنا طلعتهم، لأ عندهم 4 5 فرق الحمد لله، حاجة محترمة. فلو تحافظ عليهم، انا بس بقول لحاتم اللي ماسك القطاع بلاش موضوع الاستثماري ما تفتحهوش، ان ايه الاستثماري ده؟ يعني فرق بلعيبه معينه تدفع فلوس عشان تتأيد، وحته اللعب بقى دي تلعب او ما تلعبش، يعني بيبقى جزء هو فرق ده استثماري. يعني موجود هو موجود في مصر من فتره، في مصر عموما؟ يعني المقاولين عملها فتره، في فرق عاملاها المقصه للاسف اول سنه دي تعمل عاملاها بشكل مقنن جوه النادي ان تدفع وتتأيد، ولا بشكل ودي؟ لا، بشكل مثلا يقول لك مثلا ايه، في راعي هياخد فرقه 2003 مثلا، هو حر بيها، يدفعهم فلوس بقى زي اشتراك كده مثلا في السنه مثلا 15 20. وفي فرق، في قطاعات بتعمل فرق نصها بتبقى استثماري ونصها مثلا 20 لعيب سوبر مثلا كويسين، و10 استثماري دول بيدفعوا مثلا 20 15 عشان يتأيدوا. 15,000 جنيه عشان يتأيدوا في الفريق. مثلا وده وبيبقى ليهم نفس الحظوظ في ان هم يطلعوا مع الفرق للدرجة الأولى، للفريق الأول. طبعا. بس يا هاني انا يعني دايما احنا بس اللي الحاجات اللي بيلعب بمقابل دي بتقلل من المستويات، خالص صح؟ خالص، انت لما بتلعب انت بتاخد فلوس، ما ينفعش انا بلعب ادفع فلوس، يعني مش مظبوط. موجوده زي الاكاديميات كده، يعني تعليم المقصة عملها معروض معموله، عليه يعملها، هي اتعملت من اتعمل السنه دي بس معموله مش بطريقه كويسه، ازاي بقى؟ مفتوحه قوي وفيها القيل والقال. قيل والقال بمعنى ايه؟ يعني بمعنى ان ممكن حاجات تحت الترابيزه تحصل، ودي موجوده في كل حته. بالكلام ده يعني مدرب يكلم لعيب يقول له ادفع كذا، اشتغل برايفت معايا مثلا. ده كان على مرأى ومسمع من حضرتك؟ لا انا بس حضرتك كنت في المقصة ساعتها لا يعني. لا لا انا كنت فريق اول. بس لا وعرفت انا ان وانا ده في قطاع بيحصل؟ الناشئين مفيش حاجه من دي بتحصل، حتى لكن لعيب وحضرتك في الفريق كبير الاول ولا عرفت ان ده بيحصل؟ هو مسموح بيه، يعني هو مسموح بيه ان في فرق بتعملها وقطاعات بتعملها. القطاعات اللي هي بتحس ان عندها الموارد قليله مش قادر يصرف على قطاع الناشئين بيدخل الجزئيه دي، مفهوم هي مش عيب مفهوم، بس لكن لو إيه يعني؟ اتقننت من ايوه الاداره، مفهوم. يعني الاداره هي اللي بتتكلم، هي اللي بتتفق، هي اولياء امور كتيره بيكلموني فاكرين ان انا ماسك قطاع الناشئين تاني، فانا بقول لهم على الهواء انا في حاجات انا ما تنفعش ومش راضي عنها وماليش دعوه بيها منكم لاداره النادي، فلازم ياخدوا بالهم من الحاجات دي، لان انا سايب قطاع ناشئين هاني من احسن 4 5 قطاعات في خلال 6 سنين اللي فاتت، ودي على مرأى ومسمع الناس اللي في المطبخ في الناشئين. انت لو دخلت على اي مدير قطاع ناشئين، محمد اسماعيل، امام محمدين، اللواء في سيراميكا، العقيد مهدي، يقول لك لا فرق مصر المقاصه يعني حاجه محترمه. فانا بس بقول لهم خدوا بالكم الحته دي، لان ناس كتيره بتكلمني مش، وبعدين بالذات فريق الرديف ده اللي هو 2001 ما ينفعش يتعمل معاه استثماري، لان ده الفريق الصف الثاني بتاع مصر المقاصه يعني، او بتاع حويدي. فان هتطلع لعيبه بتدفع فلوس، لا ما ينفعش، انت بتطلع لعيبه اللي انت بتختارهم، ممكن تتعمل دي في البراعم وبتبقى مقننه يا هاني. ولكن حاتم اللي ماسك ده شارب مني بقاله 11 سنه معايا مساعد، واكيد شرب مني حاجات اهمها الامانه والاخلاق والحاجات التربويه دي في القطاعات دي مهمه قوي. لو اتثابت الحته، المهاره موجوده في كل حته والمكسب والخساره في كل حته، ولكن هي الحته دي اللي لازم ياخدوا بالهم منها، لان القطاع ده. فانا الفتره ممكن اشتغل في قطاع ناشئين ده لو رجعت قطاعات ناشئين تاني، بس في 4 5 انديه بس، بس اللي هي بصه، لان انا هاني ليه ايه بقى؟ يعني مثلا سموحه،
مثلا المقاولين، مع الاحترام الناس الموجوده انا بقول مثلا يعني بدي امثله، اهلي زمالك اسماعيلي سيراميكا ليه ما اشتغلش